انسحاب القوات الأمريكية بشكل نهائي من سوريا. كشفت موسكو عن حقيقته على لسان وزير خارجيتها الذي وصف ما يحدث في شمالي البلاد والتمسك بواشنطن بالرهان الزائف. فما القصة؟ وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف علق في تصريحات صحفية بعد جلسة مجلس الأمن على الأنباء التي تتحدث عن أن الولايات المتحدة تخطط للانسحاب من سوريا وإنهاء وجودها العسكري بشكل نهائي. فوزير الخارجية الروسي قال إن القوى السياسية بين الأكراد السوريين والذين يعتمدون على حماية الولايات المتحدة تراهن على رهان زائف أخلاقياً وسياسياً. فنية واشنطن بالرحيل عن سوريا تحققت مرة واحدة فقط، وهي عندما أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب عن نية مماثلة، وحينها بدأت قوات سوريا الديمقراطية على الفور بمطالبة روسيا وأفرادها العسكريين بالمساعدة على إقامة اتصالات مع النظام السوري. لكن بعد أيام قليلة غيرت الولايات المتحدة رأيها وتوقفت قوات سوريا الديمقراطية عن المطالبة بالمساعدة في الاتصالات مع دمشق، وعادوا على الفور تحت جناح الولايات المتحدة مرة أخرى. واعتبر لافروف أن المسألة ليست فيما إذا كانوا سيغادرون أم لا، فهم موجودون هناك بشكل غير قانوني، بل إن القوى السياسية بين السوريين الذين يعتمدون على المظلة والرعاية الأمريكية تقوم برهان زائف أخلاقياً وسياسياً. ومن جانب آخر، قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، قال إن بلاده لا ترى أي نية لدى الولايات المتحدة في سحب قواتها من سوريا، مشيراً إلى أن واشنطن قد تدرك لاحقاً أن الحفاظ على القواعد الأمريكية في سوريا ليست أولوية بالنسبة لها. وسبق تلك التصريحات نشر مجلة فورين بوليسي الأمريكية نبأً يؤكد أن الولايات المتحدة تخطط للانسحاب من سوريا وإنهاء وجودها العسكري، على الرغم من أنها لم تنتهي تماماً من القضاء على الخارجين عن القانون وهو سبب وجودها في سوريا. وبحسب ما نقلت المجلة عن مصادر أمريكية رفيعة المستوى في البيت الأبيض ووزارتي الدفاع والخارجية، فإن أمريكا لم تعد مهتمة بالبقاء في سوريا، فقد باتت ترى وجودها في سوريا لم يعد ضرورياً، وتبحث بشكل مكثف عن توقيت وكيفية الانسحاب. وسبق ذلك نشر موقع المونيتور تقريراً يفيد بأن وزارة الدفاع الأمريكية طرحت خطة على قوات سوريا الديمقراطية مفادها الدخول في شراكة مع النظام السوري لمواجهة الخارجين عن القانون كجزء من مراجعة متجددة لسياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا، والتي ما تزال قيد النقاش في وزارة الخارجية.